النادي الاهلي يقدم شوطا رائعا وتقدم على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل لا شيء في شوط اول تميز فيه لاعبو النادي الاهلي بمشاركه شباب النادي الاهلي المتميزين في خلال هذا الشوط. نروح لفاصل ونرجع بعد فاصل نشوف اراء محللنا الكبار في الشوط الاول، ارجوكم انتظرونا. مرحبا بكم مرة تانية اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، شوط جيد من جانب النادي الاهلي. جيد جدا زي ما اتفق كابتن اسامه وكابتن بلال وكابتن علاء على الحماس والروح اللي هي هتكون موجوده النهارده من اللعيبه، وخاصه ان الناشئين اللي احنا بنتكلم عليهم بيجروا في كل حته، عندهم حيويه. تمنينا لهم كل التوفيق، والحقيقه كان في الشخصيه اللي احنا بنبحث عنها يعني، وتتبلور الشخصيه دي في حاجتين: الروح بتاعه تكمله الهدف الاولاني، والهدف الثاني اللي جه اللي هو بيحاول يعملها ثلاث اربع مرات في الماتش، هي مش وليده صدفه. مظبوط، هو الولد عدى من واحد واثنين كان عايز يعملها كذا مره، ودي الشخصيه. ولما بتخش جوه الجيم انت عارف يا ايمن، مظبوط، الدنيا بتدي لك بقى، سرعتك بتيجي، صحيح، رجلك بتفتح، صح، رؤيتك بتشوف، صحيح. فضغطوا على نادي الاتحاد، كان ليهم السيطره الكامله الحقيقه، تحس وانت قاعد. قلت لك انا ايه الاداء ده يكمل بجول بقى. مظبوط، الحمد لله الاداء كمل بهدفين، ويكمل ان شاء الله بنهايه المباراه باذن الله، وتبقى كل الرسائل وصلت كويس، صح، وكل التمنيات اللي احنا كنا بنتمناها في يوم زي ده حصلت، والمكاسب الايجابيه كل حاجه. كل حاجه والمكاسب كلها ايجابيه. انت فاهم انا بقول لك ايه؟ باذن الله كل حاجه ان شاء الله، وتكمل بعد كده الفتره الجايه باذن الله. كابتن علاء، شفنا الشوط الاول تفوق واضح للنادي الاهلي لعبا ونتيجه، لان في روح حلوه قوي في المباراه، صحيح، من بدايه الشوط في لا في روح، تحس ان عايزين يقولوا احنا موجودين كله. مزبط. على فكره مش حتى الكبار، مش الشباب بس، لا، مزبط، الكبار كمان عايزين يغيروا الصوره، عايزين يغيروا المنظر، هم اساسا متضايقين من الاداء اللي فات، ومش عايزين يوصلوا لمرحله تعادلات وهزايم وكده، لا، هم عايزين يفرحوا الناس. كمان في حاجه مهمه النهارده ايمن، جماهير واضح ان عامله حاله ممتازه في الملعب، مديها حماس كمان اضافي غير شكل لعيبه النادي الاهلي والحماس الموجود. الرغبه يا ايمن، دايما كنت بقول لك انا الرغبه، رغبه لعيبه النادي الاهلي بتفرق معاك. بص يا كابتن، بتقول على الرغبه وعدم الرهبه، بالظبط، يعني انا شايف ان بعض اللعيبه الصغيرين لا مفيش رغبه، لا خالص، مفيش حاجه خالص، رغبه كويسه جدا والرهبه مش موجوده، وعندهم حماس وعندهم هدف، عايزين يكسبوا، عايزين يفرحوا جماهير النادي الاهلي. بغض النظر بقول لك انا احنا في دوري او مفيش دوري، لكن انا عايز اكسب، المكسب ماشي كويس جدا. الى جانب كمان انت بتلعب فريق مفكك تماما، فريق اتحاد مجهول المعالم، فرصه كويسه النهارده ان شاء الله ممكن تزيد النتيجه، تبقى ثقه كويسه جدا النهارده للعيبه اللي موجوده كمان. صحيح. عايز اكمل عليها بس حته بتاعت الجماهير دي. الغريب بقى يا ايمن ان ولا شوط جه الجماهير النادي الاهلي النهارده في 45 دقيقه اللي فاتت دي. ما شفتش جماهير النادي الاهلي دي شوط واحد بس، وانا مش عارف ليه برضه. اتفضل، هنعرف. طيب كابتن اسامه، تقدم منطقي للنادي الاهلي. طبعا احداث الشوط، طبعا شفنا زي ما انت قلت قبل المباراه، هنشوف حماس، هنشوف روح من اللعيبه ديت، هنشوف ايجابيه على المرمى، ده لقيناه فعلا، هنشوف شخصيه لبعض اللعيبه في الملعب، شفناه من اكتر من لعيب النهارده. وزي ما قال الكابتن علاء، مش الصغيرين لوحدهم، حتى الكبار عايزين يغيروا الصوره. مظبوط، انا قلت لك طبيعي ان لما بتلعب مجموعه ناشئين الحماس بيزيد، واثبات الرغبه في اثبات الذات بتزيد، ولكن انا قلت لك ممكن ما يبقاش في تنظيم او تركيز او هدوء، لكن اللي حاصل ان الحمد لله في اربعه مساعدين جدا في عمليه الثقه في الفرقه، اللي هم ديانج والثلاثي الخلفي، صح، مركزين جدا وعايزين يثبتوا ان هم كويسين ويحمسوا اللي هم الشباب الصغيرين، مع بقى حماس زياد طارق وجاب جون رائع، مع محاولات ايمن اشرف بيحاول، محمد اشرف، احمد سيد غريب، محمد محمود، فخري، كريم فؤاد حماسي قوي في الجون الاولاني التكمله، وثم سيد غريب، ففي حماس جامد جدا، ولكن كمان الرباعي ده مدي اطمئنان وتركيز كويس، ان حتى لو في بعض الهفوات بتحصل لكن مدي امان لمجموعه الشباب الصغيرين. شوط جيد بالنسبه لتشكيله النادي الاهلي ديت، وهدفين حلوين جدا، نتمنى ان شاء الله تكمل على خير يعني باذن الله. ربنا كابتن بلال، شفنا في الشوط الاول تنظيم دفاعي جيد،
شفنا خلق فرص، شفنا ايجابيه على المرمى، شفنا بعض المهارات الفنيه العاليه من بعض اللاعبين في الملعب. لا واضح ان الاحداث اللي فاتت اثرت ايجابيا على اللعيب. في برضو احداث بتغير فكرك وبتديك حماس اكتر وبتخليك انت يعني تتحمل مسؤوليه. اللعيبه اللي في الملعب واضح انهم متحملين المسؤوليه. يمكن يعني العدد اللي ورا متولي وعبد المنعم وربيعه ثالث ماتش تقريبا مع بعض او ثاني ماتش مع بعض، واضح ان هم واقفين على رجلهم بشكل كويس، بيأدوا بشكل جيد. زي ما اتفقنا كابتن ايمن قلنا 3 4 3 هي الطريقه الانسب والامثل في الوقت الحالي. وضحت كمان دفاعيا بشكل جيد جدا النهارده، ما فيش اي خطوره على الاطلاق. 45 دقيقه دون خطوره على مرمى النادي الاهلي على الاطلاق. الناس كلها بتلعب بشكل كويس، في حماس غير عادي، ممكن في بعض الاوقات يفوق الاداء الحماس اللي موجود عند اللعيبه، بس ده مطلوب. يعني في الماتشات اللي زي دي بتبقى انت مطلوب تخرج كل الحماس اللي موجود عندك. النهارده اللعيبه اللي بتلعب اللعيبه الناشئين بتادي بشكل بروح قتاليه عاليه جدا جدا جدا، صحيح. اثبات الذات، وده الشيء اللي اتكلمنا عليه قبل الماتش. عايزين شويه هدوء مع الحماس ده، يعني ايه هدوء في الكوره، مش هدوء في الروح، لا هدوء في الكور. الروح حلوه وجيده، القتال جيد، لكن عايزين شويه هدوء. هنروح في حته تانية خالص. بس الشوط الثاني هيتغير الموقف. نادي الاتحاد حتى الان ما دخلش الاجواء المباراه. بص يا كابتن، طبيعي انت 45 دقيقه بتقاتل قتال رهيب، بتضغط ضغط في كل مكان، بسبرنتات غير عاديه، اداء غير طبيعي، سجلت هدفين نتاج الاداء الجيد اللي انت عملته، فطبيعي الكفه يعني او الاداء ممكن يقل شويه. مش كلام عن الاداء البدني شويه طبعا، طبيعي. ما هو خد بالك الاداء الفني ده بيجي يعني متوازي مع الاداء المجهود البدني، مع المجهود البدني ده الفني طبيعي يعني. فانت النهارده ممكن تقل بدنيا الشوط الثاني. عشان كده بقول لك محتاجين شويه هدوء في الكوره بقى، محتاجين احنا نلعب ونباصي. خلاص احنا مسجلين هدفين، طبيعي بقى يبقى عندك ثقه المكسب. مش عايز اقول لك ثقتك كلاعب، لا انت بتستمد ثقتك طبعا من روح النادي الاهلي وروح الفانيلا الحمراء يعني، ومن النادي الاهلي ومن تيشرت النادي الاهلي، والنتيجه كمان مساعدك. ما انا عشان كده بقول لك روح المكسب يعني. انت بتتكلم عن ثقه المكسب. انت النهارده كسبان 2-0، الشوط الثاني لازم تهدى بقى. خلاص تشتغل بشكل فني اكتر، مش حماسي. خلاص انت الحماس عملت اللي عليك، سجلت هدفين، مش هتجري اكتر من كده. ممكن اول ربع ساعه كمان تبتدي تعمل مجهود، تكمل المجهود بتاعك، لكن بعد كده لازم تبقى هادي شويه، تلعب كره حلوه، تلعب من رجل لرجل، تبتدي تفكر ازاي تخلق مساحه بالكوره مش بالحماس. فاهم قصدي؟ أيوة يعني. ده المطلوب من اللعيبه عشان نقدر نكمل ال 45 دقيقه التانيين بشكل جيد. برافو لعيبه النادي الاهلي يعني، اداء النهارده اعتقد من وجهه نظري اداء جيد، مختلف تماما عن الماتشات اللي فاتت. اداء جيد فعلا الشوط الاول، اداء جيد جدا كمان الشوط الاول من النادي الاهلي، وفوز مستحق الشوط الاول. نتمنى استمراريه الشوط الثاني. الشوط الثاني هيبقى صعب شويه، نادي الاتحاد اكيد هينزل عشان يعوض. لعيبه زي ما قالوا كابتننا عملوا مجهود كبير جدا 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 الشوط الاولاني، نتمنى الحفاظ على النتيجه وان شاء الله مستوى يكون زي الشوط الاول واحسن باذن الله. نروح لفاصل، نرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه. انتظرونا.